لو مت الآن، وهذا وارد لكل أحد منا، كل واحد منا وارد أن يموت الآن، أن يموت قبل الفجر، أن ينام فلا يستيقظ، كل هذا وارد. العاقل هو الذي يقول لو مت الآن ترى سأكون مع هؤلاء أو أولئك، ترى كيف هو حال ميزاني عند الله تبارك وتعالى، وكل يعرف نفسه. فعلى العاقل أن يستحضر هذه المعاني وأن يفكر فيما لو أتاه ملك الموت الآن، هل سيكون ممن ثقلت موازينه أو يكون ممن خفت موازينه؟ فراجعوا أنفسكم، كلنا علينا أن نراجع أنفسنا وأن ننظر في أعمالنا وعن علاقتنا مع ربنا تبارك وتعالى، وهل نحن على الجادة الصواب أو أننا مقصرون. فلينتبه كل واحد منا لنفسه، والله المستعان.